عايزة أبدأ أعلم الولاد، أعلمهم الرسم ويكونوا في البيت يعني وكده، أعلمهم إزاي، وهل مثلا ممكن تستخدم الزيت والأكريليك كبداية في الرسم؟ في الحقيقة لا، الزيت والأكريليك من الحاجات التقنيات العالية وما ينفعش إن أنا أستخدمهم كبداية في الرسم. طيب إيه الحاجات اللي أنا ممكن أستخدمها؟ أنا ممكن أستخدم الرصاص، وممكن أستخدم الألوان الخشب، ممكن استخدم الوان الميه، وممكن استخدم الاويل باستل. طيب ايه الادوات اللي ممكن اوريها لكم عشان خاطر تعرفوا تشتروا زيها؟ دوت عندي ديت القلم الرصاص، انا بحب الماركات اللي هي الفابر كاستل والليره ودوت فيه هنا الرقم اللي هو الكبير بتاع القلمه دي، هيبقى اللي هو الاستادلر. بستخدم القلم الرصاص درجاتها ايه؟ بنبدأ من البي وطالع. انا بستخدم البي والتو بي والسيكس بي والايت بي. طيب انا بستخدم للدرجات بتبقى يعني زي ما انتم شايفين، هم دول القلمة اللي انا شغالة بيهم. ليه دول بس؟ لسبب واحد، ان انا بحب اعمل درجات باستخدام ممكن قلم واحد ممكن يكفيني ان انا ممكن اعمل بيه كذا درجة بالمنظر ده كده. انا بحب التصديل بالمنظر ده، هستخدمها في البداية في الرسم، ما فيش حد ما بيغلطش، فهتلاقي ممكن تحتاج الجومة طبعا في بداية الرسم. طيب دوت كمان الجومة الفحم برضو فابر كاستل، دوت عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن زي مستيكة كده بتتنى، انا بتاعتي غامقة شوية طبعا عشان مستخدمة. تمام، كمان عايزه اقول لكم ان القلم الرصاص بس بعمله بالمنظر ده كده، شايفينه؟ ليه بعمله بالمنظر ده بالقطر؟ لسبب واحد، ان انا بستخدم القلم بزاويه 45، ما ينفعش استخدمه كعمودي، وما ينفعش ان انا احفر في الورقه. برضو سالتني ايه نوع الورق اللي ممكن استخدمه. نوع الورق اللي انت ممكن تستخدميه الكانسون، انا بفضل الكانسون، ورق بيبقى تخين شوية وممكن يستحمل الشغل عليه. ممكن استخدم تاني، ممكن استخدم الالوان اللي هي القلمة الخشب، قلمة الالوان الخشب. تمام، ديت انا جايبة 12 لون، وممكن تفيد كمان، ممكن تجيبوا حاجات تانية، او يعني في حاجات تانية ممكن تستخدموها. هنا انا جايبة لكم 12 لون، 12 لون دوت ممكن تستخدموا لون او لونين، يعني لونين مع بعض، وتلاقوا نفسكم بتطلعوا درجات كتيرة وبتطلعوا اكتر من 32 وهكذا. انا بحب استخدمه، بحب ان انا اطلع من يعني بالمنظر ده كده، هوريكم يعني مثلا انا ممكن استخدم الدرجة دي كده اهي بالمنظر ده اهو، شايفين؟ وممكن احط عليها درجة تانية، ادي اللون التاني معي بالمنظر ده، الوان بسيطة وسهلة، وهطلع برودكت حلو والولاد هيتبسطوا. وديت كتقنية بنستخدمها كبداية لأي حد عايز يتعلم الرسم. كمان عندي في الوان المية، الوان المية دي ليرة، تمام، من ضمن الماركات اللي انا بحب استخدمها الليرة. دي كنت مرة وريت لكم على الفيسبوك، الفراعنة زمان كانوا بيستخدموا حاجة شبيهة لدي، ممكن نعرفها بقى ان شاء الله مع بعض. دي اللي هي الليرة، تمام، بيبقى جوه منها فرش كده زي ما انتم شايفين، ودي باليتة الالوان بتاعت دي، الباليتة اللي بحط فيها المية، تمام، دي الباليتة، بخفف بالفرشة اللون وبستخدمه على الورقة على طول. تمام، في عندي كمان الالوان، الالوان المية اللي هي القلمة دي فابر كاستل برضو، دي عبارة عن ايه؟ دي 24 لون. انا بستخدمها ازاي؟ بستخدمها يا اما على الورقه وابدا اسيح، ابدا اسيح بالفرشه، يا اما قبل القلم نفسه واستخدمه على الـ على الـ
على الرسمة بتاعتي. وفي ناس تانية اوبشن تاني ان انا ممكن اعمل زي باليت خارجية، زي هوريكم كده بتتعمل ازاي. ممكن الباليت الخارجية دي يعني بيبدأوا يعملوا اللون كده بالمنظر ده، كده 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 كتير بقى، يبدأوا يعملوا كده كتير لحد ما يبدأوا يبقى عندهم اللون كوندنسد في منطقة معينة، ويبدأوا يستخدموا الفرشة عليه برضو عن طريق الباليتة بتاعت الألوان. يبدأوا يستخدموا الفرشة وياخدوا من اللون ويحطوا على الرسمة اللي هم رسمينها. تمام. في كمان عندي ألوان الأويل باستل، ودي أنا الصراحة كمان بحبها خالص. الأويل باستل معرفش باين عندكم ولا لأ. الأويل باستل برضو من الألوان اللطيفة برضو، والألوان اللي أنا بحبها. الأويل باستل زي ما انتم شايفين كده، مش عارفة أحبها عندكم ولا لأ، المنظر ده. دي الأويل باستل شبيهة شوية لما التباشير بالمنظر ده كده، بس دي اويل باستل، اسمها اويل باستل. بتثبت برضو على الورقة، وممكن كمان نحط عليها حاجات مثبتات ان شاء الله بقول لكم عليها، واقول لكم ممكن بقى اعمل معاكم حاجات على فيديو او اي حاجة من كده. وانتوا برضو اكتبوا لي يعني الكومنتات الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها، وانا هقول لكم تعملوا ايه. دوت القلم بصوا بيعملوا يعني بيبقى لطيف خالص، حاجة سهلة كده اهي. بصوا في ناس بتعمل كده وفي ناس بتعمل كده. طيب لما دي بتتسيح ازاي؟ في ناس بتسيحها بايديها، وفي ناس بتسيحها بكرتونة ناشفة. انا لو بفضل لو هسيح بدخري كده، يعني اخلي احكها كده فاللون هيخش في بعضه، بس انا بفضل ان هو يبقى كده عشان انا اعرف ادخل فيه درجات تانية. يعني بصوا ادخله فيه كده مثلا، بصوا هو لوحده هيدمج مع لون تاني. دي كده وريتكم الالوان اللي انتوا ممكن تستخدموها، وهتبقى حاجات بسيطة وسهلة ولطيفة، وولادكم هيحبوها وهيطلعوا منها حاجات يعرفوا يستخدموا، يعني يعرفوا يعملوها بسرعة وما تاخدش منهم وقت ومجهود. لو عايزين برضو اقول لكم ازاي يبدأوا مثلا يرسموا، لسه مش عارفين يرسموا ازاي، ممكن ابقى اعمل لكم فيديوهات تانية. اكتبوا لي كومنتات وقولوا لي رأيكم، عايزين تعرفوا ايه. اعملوا فولو على الانستجرام اميرة اندرسكور بنتينجز، اتابعوا الصفحة، قولوا لي انتوا عايزين ايه في المسجز، في الكومنت، في الكومنتات، في شوفوا انتوا عايزين ايه، وانا هبقى معاكم وهتابع معاكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد.